شو هذا؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ويسعد اوقاتكم جميعا. رجعنا لكم مقطع جديد من لعبه Call of Duty Warzone. زي ما شفتوا المقطع اللي قبله مسح فينا الارض بهاي اللعبه، فبدنا نرجعها. بدنا نحاول، يعني انا ما بحكي لكم انه راح اقدر حاليا، بدنا نحاول، بدنا نشوف شو الوضع. ان شاء الله بنقدر، يعني انا حابب انه اصير نتحسن في هاي اللعبه. اللعبه صعبه شوي، كثير اللعبه صعبه فوق الوصف. اللعبه مش طبيعيه صراحه، اللعبه بتحسسك انه انت في اللعبه عن جد. اوكي، بلشت الاخوان، بلشت الجد. بس ملكلك اللعبه عندي شوي، ليش مش عارف. هولي شيت، وين راح؟ اكلت هوا انا، وين اروح؟ يا رب. لحقني الكلب، لحقني، اكيد لحقني، عشان هيك بدي ابعد شوي. اكلت هوا انا، اكلت انا. ليش اتمشكل فيه؟ ليش انا اتزعرن؟ ليش؟ وين الصندوق؟ وين الصندوق اللي هون؟ دخيل الله، وين الصندوق؟ هولي شت. بس بتخايف اطلع يا زلمه، والله بتخايف اطلع. والله بفكر حالي في فورتنايت قاعد اكسر الحجر. لا اله الا الله. الله 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 عليك الله. اوكي بديش اشوفك، خلص بديش اشوفك. دخلوني السجن. ايوه خلص ماشي، دخلوني السجن اشوف. معقول اقدر اقتله؟ زتوني في السجن. هلا اذا قتلته بطلع من السجن، برجع للدار. نجد الوقت. تقدر بقنابل. قتلني. والله ايه مسابق يا زلمة، دخيل الله. لا دخيل الله يا زلمه، شو هذا؟ طلع دمه، طلع دمه. لا اله الا الله. لا اله الا الله، اول واحد بدخل السجن يمكن انا. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. ابلع ابلع. رجع على اللعبة. حلو. وين اروح؟ على المدرج ولا وين اروح؟ ننزل هون على المنطقة الصغيرة هاي. ايش تاني هون؟ في سلاح؟ اوكي كويس. احنا برضه نازلين حاسين انه الدار دارنا. يمكن في حدا هون. لا ما ظنيت. اوكي نظبط حالنا، دروعنا واشيائنا. Overhead.
لا مش خناص، فكرته خناص والله. لا دخيل الله يا زلمه. ولا اي استوبته ولا اي اشي، ولا سويت له اشي. دغدغته انا، دغدغته بالضبط. بلعت لا دخيل الله. انا برضو متهور يا عمي، انا كتير متهور. ايش بتسوي بتتزعر انا قاعد يا زلمه؟ دخيل الله يا رب نقتله هلا في السجن يا رب. اوكي يلا ابلع يا معلم. اوكي حلو، طلعنا من السجن. وين انزل؟ اوكي انزل هون يلا. في دراجة هون، اوكي حلو. بناخد الدراجة ونفسخ، ما بعرف اركب الدراجة انا. وين دخلت انا؟ والله ما صاحي. والله فخمة. اوي اوي اوي. شو هذا؟ اي دخيل الله، هذول الناس يا زلمه بدهم قاعدين من عارف كيف تلعب. اوكي خلينا لهون ننهي مقطعنا، بتمنى يكون المقطع نال اعجابكم، بتمنى بتنسونا بدعمكم بلايك، ولو مش مشترك اشترك اسالك كل جديد. وحاولنا في اللعبه يعني، حاولت انه افوز، شايفين اللعب كيف. هي احنا بنتدرب شوي شوي، بس لو لاحظتوا المقطع اللي قبل عن المقطع هذا في تقدم، ما تحكوا لي في تقدم. ان شاء الله لقدام بنصير نفوزها، صرنا نعلم عليهم كلهم ان شاء الله. سلاماتي غوالي.